أوصيكم ونفسي بثلاث وصايا. الوصية الأولى هي البعد عن المعاصي والسيئات، لأن هذه الأيام أيام العشر من ضمن الأشهر الحرم التي قال عنها الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. البعد عن المعاصي. ثاني وصية صيام التسع. صيام التسع من ضمن التسع يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بعض أزواج النبي بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدت الروايات أنها حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت كان يصوم التسع. خلي بالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع، اي التسع الاوائل من شهر ذي الحجه، لان الصيام مستحب استحبابا شديدا في هذه العشر الاوائل من شهر ذي الحجه. ثالث وصيه حتى لا اطيل، الاضحيه وهي سنه مؤكده، بل أوجبها الإمام أبي حنيفة على القادر، واحد يقول لي عن الشيخ إذا السنة دي مش هضحي، ليه؟ عشان اللي جاي على قد اللي رايح، ويقولون لك إنه اشترى لابنه جهازا محمولا ب6000 جنيه، طب أيهما أولى؟ الضحية أم التليفون المحمول؟ طب أنت ممكن تجيب لابنك تليفون ب2000 جنيه ب3000 جنيه وال3000 الثانية ضحية، صح ولا لا؟ واحد يقول لي عن الشيخ أنا بجهز في بيتي ومش قادر أضحي، يدفع لبنته 150000 جنيه أو 200000 جنيه وما جاتش على ال 1000 جنيه بتاع الضحية. يعني مش هقول لك مثلا ضحي ب 5000 جنيه في ربع غريمة أسوق غريمة، لا والله والله أنا سألت في ذكر من الماعز ب1000 جنيه يعملوا 8 كيلو 1000 جنيه، يعني مش هتعطيك ال1000 جنيه دي وتقول أنا مش قادر. والآخر 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 يطلع يصيف مصيف ويقول لك لا أنا خلاص، يعني خير أولاده بين الضحية وبين المصيف، فالأولاد يختارون المصيف ويقول لك لا خلاص مش هضحي أنا مش معايا مش متوفر معايا فلوس، وعايز يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عمل عمله ابن آدم في يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم، وإن الله تعالى يأتي يوم القيامة بقرونها وأظفارها وأشعارها، وإن الدم يوقع في يد الله تبارك وتعالى بمكان قبل أن يوقع على الأرض فطيبوا بها نفسه، لماذا لا